مرتضى منصور، خالد رفعت، وامير مرتضى منصور. امير مرتضى منصور، مساء الانوار. سنور يا كابتن. يا رب تكون بخير. كله تمام الحمد لله، ازي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك. انتوا بتعملوا ايه في مطار دبي يا استاذ امير؟ هو حضرتك فييرا كان موجود النهارده في دبي ورجع قطر عشان هو كان بيحلل ماتشات. والمفروض ان هو راجع تاني النهارده الفجر، فاحنا بس كنا في المطار بنجهز له بس الاستقبال بتاعه، يعني الاجراءات بتاعت ان هو يخرج معانا بسرعه يعني. تمام، وانتوا مرتبين العقود الخاصه بفييرا؟ هو كان حضرتك خالد رفعت مدير التسويق حضرتك، هو بقى له اسبوع في دبي وقابل مستر فييرا اكتر من مره الاسبوع ده. واتفقوا على كل التفاصيل، وانا واحمد مرتضى جينا النهارده بس عشان توقيع العقود والحاجات دي. جميل، هيبدا مهمته امتى وهل هيلحق بمباراه القمه يوم 29 يناير؟ هيبدا مهمته حضرتك بعد ما يمضي العقود على طول اللي هو المفروض ان المقرر ليها بكره ان شاء الله. وهيرجع مصر خلال يومين، وهيبقى فيه زي معسكر او حاجه للفرقه قبل ماتش القمه، وان شاء الله هيبقى موجود في ماتش الاهلي ان شاء الله. هيبقى موجود في مباراه الاهلي. هو احنا لاحظنا ان هو متابع، طبعا احنا قعدنا معاه هو متابع الفرقه الماتشات اللي فاتت، وكان متابع ماتش نجوم المستقبل، وكان متابع ماتش طمانوق، متابع الماتشات الزمالك كلها اللي فاتت، ومتابع اللعيبه يعني، هو مذاكر الفرقه كان سهل علينا كتير يعني. جميل. هل سافرتم للامارات على نفقه النادي؟ لا، على ما انا مسافر على حسابي، واحمد مسافر على حسابه، وخالد وشريف حتى اسلام مدير تسويق النادي، نائب مدير تسويق النادي مسافر على حسابه. وده برضه يا كابتن معلش حضرتك تحت برضه موضوع، انا يعني انا تحديدا ماليش صفه في الموضوع غير ان انا واحد متطوع يعني، مش ابن رئيس النادي او اخويا عضو مجلس اداره، انا واحد متطوع. كنت متطوع في مجلس استاذ كمال درويش ومستشار جاي ابراهيم، والموضوع ملوش علاقه يعني بالنادي خالص، هو الفكره ان مجلس الاداره كله في السعوديه زي ما حضرتك عارف عشان ماتش الهلال. ومفيش ما حدش متواجد خالص غير احمد مرتضى وانا، فانا رحت بس بساعد احمد وبساعد طبعا النادي، ما تاخرش عنه في اي حاجه. جميل يا امير، بشكرك وتحياتنا الامير وخالد كتير، اشكرك شكرا جزيلا. يبقى تاكدنا الخبر اللي احنا قلناه، حابين بس نجيبه من مصادره. لا، الجديد بقى ان هو هيجي يتولى الفرقه في خلال 48 ساعه، يعني ممكن يكون السبت موجود.